وزير الطاقة جبران باسيل يؤكد أن الاكتشافات الحديثة في مجال النفط ستضع لبنان على عتبة الاهتمام الأوروبي. وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ يؤكد أن للشركات البريطانية الكثير لتقدمه في هذا المجال. في مشهد يساهم في جعل قضية التنقيب عن النفط اللبناني أقرب إلى الواقع، انعقد مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الطاقة جبران باسيل ووزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ لإطلاق عملية المسوحات الزلزالية للتنقيب عن النفط والغاز في البر اللبناني. لقد توصلنا إلى اتفاق مع شركة سبكتروم يقضي بمسح بري ثنائي الأبعاد يمتد على مسافة 500 كيلومتر. تم تحديد هذه المسافة بطريقة تضمن تخطي المسافات التي تم حفرها بين عامي 47 و 68 وتحسين تحضيراتنا المتعلقة بمشاريعنا الخاصة بالمسح البري، ما يسمح لنا لاحقا بإطلاق عمليات التلزيم للمشاريع البرية بعد تحضير القوانين اللازمة وإصدارها. هاغ من جهته رحب بالتقدم الحاصل حول عقود النفط والغاز في لبنان، مؤكدا أن لدى الشركات البريطانية الكثير لتقدمه. أعتقد أن هذه ستكون مرحلة مهمة يتطلع اللبنانيون فيها إلى إجماع وطني حول طريقة إنفاق مداخيل النفط والغاز، وهي عملية من المهم التفكير فيها لتصب في مصلحة الشعب اللبناني كافة. ولفت هاغ إلى ضرورة حل المشاكل في المنطقة كمشكلة الحدود، وهي ليست فقط متعلقة بلبنان وإسرائيل بل بحوض البحر المتوسط.